جزاكم الله خيرا مستمعة من ليبيا، تسأل وتقول في هذا السؤال: امرأة تركت العمل واستمر الراتب يصرف لها عدة أشهر بعد تركها لهذا العمل، وقد أخذ ولي أمرها معظم ذلك المال وتصرف فيه، والسؤال هو: ماذا تعمل هذه المرأة وهي لا تملك القدرة على رد ذلك المال مأجورين؟ إذا كان المسؤولون أعطوها الرواتب وهم يعلمون أنها قد انفصلت عن العمل، كان نظام الدولة يجيز هذا، أن الإنسان بعد نهاية عمله يعطى مدة من أو حق له من الحقوق في بيت المال من حقوق الموظفين. إذا كان هذا يجري فيه نظام معترف به في الدولة فلا بأس به، لأنه حق من حقوق الموظف التي تجرى له أو تعطى له بعد انفصاله من العمل. أما إذا كان المسؤولون لا يعلمون أن هذا الموظف قد انفصل وترك الوظيفة، فإنه لا بد أن يرد عليهم المبلغ الذي أخذه، لأنه أخذه بغير حق.